نحن وياكم هلأ رح نروح كمان لدعم المواطنين ودعم كل اللبنانيين من خلال الخضار يلي عم توصل مباشرة للمواطن من المزارع، طبعا بالأسعار التشجيعية بالأسعار الطبيعية من دون الاحتكارات اللي عم بتصور من بعض التجار. إضافة للمنتوجات المونة اللي عم تعملها بعض السيدات ببيوتهم، تفاصيل أكثر شو في جديد عنا اليوم عن هالموضوع مع الخبير الزراعي مروان حيدر مباشرة بيطل علينا من بيت الزراعة. صباح الخير مروان. العوافي. صباح النور. بونجور. يعطيك العافية. شو عنا لليوم؟ اليوم في عنا عيشة خانون. سألونا على عيشة خانون. بدينا بمصدر كتير منيح. اليوم عنا عيشة خانون. في عنا خوخ. وفي عنا دراق. باردون كان. دراق بوابر هيدا. في باذنجان وبصل. حيكونوا معمولين بثلات، حيكون في ثلة خضراء وثلة فواكه. وكنا كثير عم يسألونا على عصير الحشرون اللي هو عن جد أخذ كثير جثة عنا، اللي أخذوهم كثير عم يميزوا بالطعمة تبعهم وبنوعيتهم كثير منيح. في الخل، نحن بنحكي كل هدول الأشياء في ميزو، يعني ما في معامل عم تنعملهم. وفي عنا مربى الفريز، وفي كثير شيء كثير حلو اللي هو رب البندورة بس معمول من بندورة الجبلية، يعني معمول كتير فاتح وطعمته رائعة. كان أستاذ عبدو ذاقوا هذيك النهار، كانوا كتير طيبين، فكنا عم ناكل بالمكتب منه. كل مرة نشوف خبز مروق ناكل منه بالمكتب. مثل الصوص يعني عادي. صحيح، كتير طيب عم بيكون. كل اللي أخذوا عم يرجعوا يطلبوا ويحرسوا منه. بس رب البرنول عصير الحسن باليوم تركي على أكيد، لأنه قطعنا على يوم كامل ما كان في عنا، رجعنا تركي هلا. وفي عنا الانجاز اللي هو كمان حبة كتير طيبة. موجودة نحن على الهواء مدام. وصلت المدام على السريع. موجود؟ دايما ليش تجي لعنا مدام؟ لأنه ما بقى عارف كثير الخضرة إلا من عند المهندس الزراعي مروان، الخبير الزراعي مروان حيدر. الله يخليك. صراحة إلنا زمان ما أكلنا حبة بندورة طيبة أطيب طعمة. وعم بكفي انه عم بيشجع المزارع اللبناني. عم تيجي لعنا المحل هي؟ عم بيجي من التكوين. طالما من اول ما بلشنا بالسلة عم تيجي، بس اصرت اليوم تفوت علينا. يلا اهلا وسهلا. تعرف التوقيت كمان. تعرف التوقيت كمان. كنا مأخرين على الفوت. نعم. فهذا ما اليوم جايين نمون عايشة خانوم بالفريزر. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. ميرسي مدام. مدام شو اسم الكريم؟ ميرا زيادة. مدام ميرا زيادة من الناس اللي بيجوا دائما لعنا على السلة، كانت عم تحجزون هلا عم تيجي هي. إذا بدهم يحجزوا الناس طبعا ويتم اللي تلفنوا صح أستاذ عبدو على 03-00090. لكن 03-9-1-0 بالآخر. كمان في حصرهم، يعني حدا عم يسألني إذا موجود؟ إيه موجود، كنا انقطعنا امبارح، أول امبارح انقطعنا. امبارح ما كان في عنا، اليوم في كمية ما في مشكلة أبدا، في ناس كثير حجزة وفي قد ما بدكم هلا اليوم ما في مشكلة أبدا. إذا ما قلنا كثير عم بيحبوا الناس عم يسألوا عن عن الأسعار الأنانة. اللحم الحصن هي 25,000، أنينة الخل 5,000 اللي وقتها كان حقها 10,000. رب البندورة الصغير حقه 10,000. نعم. ومربى الفريز كمان 10,000. هذا كل شيء صحيح. بس كنت بدي اقول شغله، انه اليوم قلنا ثلاثين حيكون فيهم مثل انا باذنجان وبصل وعيشه خانو. بنرجع بنذكر انه هيدي السله هي دعما للمزارع، عم تيجي على بيت الزراعه وبتتسلى مثل ما هي علينا. نعم. ما بيكون في عليها ربح ابدا، واكيد عم تجيبها من مناطق مرويه بطريقه كثير منيحه ومرشوشه بطريقه كثير مدروسه، محطوط لها كيماويات بطريقه كثير مدروسه. نرجع نسال السؤال بيسالوه كل الناس، هل هناك من منتوجات يعني بعيده عن الاسمده، بعيده عن اورجانيك؟ نعم. او بيو؟ بيو 100% في يوجد بس كثير قليل. هذا اللي قبل مره يعني الكميه قليله بدك تقول. صح، الكميه الموجوده لانه ما بتعطي النبته اذا مش معتنى فيها بالرش والاسمده، ما بتعطي انتاج. صحيح، رح تعطي بس ما رح يكون انتاج كثير كبير. اوكي. او يكون في عندنا ديفورماسيون تنصريت، اذا عندنا الخيار نقصه حيكون شكله مدقر من قدام او شكله غلط شكله.
هو حيكون مبين عليا في محل قد ايه بده يكون الارض مش مرشوشه او مش محطوط لها مواد؟ بده يكون عندنا مينيموم 5 إلى 10 سنين الارض بور، يعني ما في كان عليها كيماويات، ما في عليها. هلا في اراضي كثير ما كانت مستعمله، كثير ان جي اوز بيجوا حطوا ايدهم عليها فتره طويله واشتغلوا حطوا ايدهم عليها بمعنى الاثنين، يعني يعني بما معناه ما نصدق كثير كل ما حدا قالنا هيدي اورجانيك او بيو. لا اذا حدا يعني لا الكميه قليله يعني، لا يعني بس الكميه قليله، انا عم بقول مش انه ما في لا يوجد، بس الكميات قليله، يعني بدنا مضبوط يكون في تكون سيرتيفايد انه في حكي شهاده انه من الوزاره او شهاده من ان جي او فحصين التربة وعاملين كل الدراسة عليها بطريقة مضبوطة، وعم في أدوية بيولوجية غالية أكيد عم تعملها، بس أنا بقول تيعاتبوا السوق شوي صعبة، هذا اللي عم بقوله، يعني أكيد مروان فينا نقول هلا فتنا بمرحلة يعني المرحلة الميتة للزراعة، يعني هلا ما بيتم ولا كيف الزراعات الشتوية والزراعات الصيفية، لا طبعا في مرحلة انتقالية نبلش نحضر للشتوية. اوكي، بس اكيد مثلا هلا اللي عم بيقطي التفاح ونجاص ودريه اللي عم بينزل على السوق بكون عم بيحضر ارضه، اذا كان عم منطقة ما فيها كثير ثلج بكون عم بيحضر ارضه ليزرع فيها الخضرة، وإذا منطقة وسطية كمان بيكون عم بيحضر أرضه ليزرع الموز والطماطم والبروكلي والخس، كان ساحل ولا وسط، فأكيد هيدي مرحلة انتقالية. وفي عنا الخيام النايلون اللي هي على مدار السنة أكيد طبيعي، فمشان هيك مرحلة انتقالية بس اللي برا أوبن فيلد اللي بيبيها مهيلا أكيد بنرجع نصير. لكن اليوم كم سلة في باختصار قبل ما يخلص الوقت؟ شو نوعية السلل يعني؟ خضرة وفاكهة مش هيك؟ إيه خضرة وفاكهة، حيكون إنجار خوخ وجنب دريق حبة كبيرة يعني مع وبر صح؟ باردون؟ اللي بوبر الدراق العادي مش النكتري، نعم مش النكتري، وراح يكون في باذنجان وبصل والعيشة خضر، هدول هن الثلاثين اليوم الموجودين. شكرا، بتخانهم علي كثير طلب يعني بعرف. نعم شكرا لك، يعطيك العافيه مروان حيدر الخبير الزراعي، يعطيك العافيه، ميرسي لك. قبل ما نختم نحن وياكم بدنا نوجه تحيه